هل تراجعت لنا محمد عن فكرة الاعتزال من يوتيوب والسوشيال ميديا؟ نعم، مثل ما سمعتوا، فلانا محمد صارت ترند من بعد ما أعلنت عن خبر تفكيرها باعتزال السوشيال ميديا بشكل رسمي بعد دخولها للجامعة بتخصص الطب، وسط استياء وحزن متابعينها بعد سماعهم لهذا الخبر. فمن بعد انتشار هالخبر والتصريح اللي صرحته لانا من خلال بث مباشر، لانا شو حابه تدخلي بالجامعة؟ جايز والله ما بعرف، انا قبل كم يوم رحت سألت عن الطب، بس يعني اوكي كله تمام، بس انا حاطه براسي انه انا اذا دخلت طب السوشيال ميديا رح اوقف. ليش؟ لانه انتم مش متخيلين انه انا رح يكون دوامي من الساعه 8 الصبح لل 5 المساء، ورح يكون عندي دراسه، وكل اسبوع رح يكون عندي برزنتيشن لتقديم عرض. فانت بتخيل اني احضر كل اسبوع للبرزنتيشن. شاركت لنا مجموعه من الستوريهات علقت من خلالهم بانها مبسوطه بحالها، وانه عم تشتغل ومواصله بشغلها ودراستها بنفس الوقت، وانها عم بتحقق احلامها شوي شوي، وانه في مفاجآت كثيره وكبيره بالطريق. وصرحت أنها كانت كتير مضغوطة الشهر الماضي، وحكت أنها رح تعمل على تحقيق الحلم اللي ببالها، وأنها عم تشتغل على هالشي من هلأ. فشاف البعض أنه لانا محمد ومن خلال هالستوريهات أكدت أنها تراجعت عن قرار اعتزال السوشيال ميديا، وأنها رح ترجع أقوى وبمفاجآت أكثر. والبعض الآخر شاف أنه حلم لانا تغير وممكن يكون له علاقة بدراستها. فشو رأيكم أنتو؟ هل لانا رح تعتزل اليوتيوب أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في، كن دائما الأقرب.